ميليشيات مجرم الحرب حفتر على العاصمة طرابلس. وينضم إلينا في هذه الساعة من التغطية الأستاذ مروان الدرقاش المحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ مروان. أهلا وسهلا، مرحبا بك أخي عبد الرحمن وبكل ضيوفك ومشاهديك الكرام أيضا. أهلا بك أستاذ مروان. لو بدأنا يعني بآخر التطورات، حيث وردنا يعني منذ قليل أن سرية كاملة من ميليشيات مجرم الحرب حفتر تسلم نفسها بعتادها وآلياتها للجيش الليبي في محور عين زارة، ما زال مسلسل الاستسلام مستمر ويعني تتأثر هذه القوات وتسلم نفسها؟ ورأيت لك يعني تساؤلا في صفحتك على الفيسبوك تتساءل فيه ما الذي يدفع هذه القوات أو هذه الميليشيات أن تسلم نفسها بهذه الطريقة؟ فعلا تساؤل يدعو أو أمر يدعو إلى التساؤل، كيف تنظر إليه؟ نعم أخي عبد الرحمن، طلعتنا هذه الأنباء الآن منذ قليل، يعني أن هناك كتيبة كاملة في محور وادي الربيع قد سلمت نفسها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ما فعله حفتر هو تجميع بعض الهواة وبعض الشباب في كتائب ليس لديها أي معايير عسكرية، ليس لها قيادة صحيحة، ولذلك تهي تتهوى عند أي ضغط من الثوار وتقوم بتسليم نفسها، وهذا دليل على أنهم يعني يثقون في أن الثوار لن يؤذوهم ولن يفعلوا فيهم ما يفعلونهم في الأسرى. بالأمس كان هناك 5 أشخاص تأسروا من قواتنا المسلحة، وقامت ميليشيات حفتر بتصفيتهم في الميدان أمام أعين زملائهم، واليوم الهلال الأحمر استلم جثثهم، نسأل الله تعالى أن يتقبلهم من الشهداء. في المقابل تقوم قواتنا دائما بالإحسان والمحسن معاملة الأسرى، وهذا هو السبب الذي يجعل الكثير من جنود حفتر عندما يصلون إلى خطوط التماس يسلم سلاحه ويجلس في السجن إلى أن تنتهي الحرب، وهو على يقين بأنه بعد نهاية الحرب سوف يتم الإفراج عنه. ما حدث أيضا في هذه الحالة أن بعض أفراد الكتيبة رفض التسليم وحاول المقاومة، فكان يعني عاقبته وجزاؤه أن قتل نتيجة رفضه الاستسلام. من وافق على الاستسلام وسلم سلاحه يعني الآن يلقى معاملة حسنة، وأما الذين خانوا وغدروا وأطلقوا النار بعد أن أعطوا الأمان لشبابنا طبعا تم التعامل معهم وإرداؤهم قتلا. في كلتا الحالتين، في حالة إذا كانوا استسلموا أو قتلوا، هذا يدل على أن هذا الجيش بالفعل لا يملك أي مؤهلات العناصر القتالية الموجودة في الجيوش أصلا، وأنهم لا قد يكونوا يعني طلاب مدارس أو شباب أوتي بهم من المقاهي ومن قارعة الطريق، تم إغراءهم بالأموال، يتم دفع 5000 دينار لكل شخص يقوم بالتسجيل في المتطوعين، ويتم الضحك على ذقونهم بأنه سوف يتقاضى مبلغ 200 دينار عن كل يوم يقاتل فيه، جاءوا من أجل المال، ولذلك ليس لهم أي عقيدة قتالية تجعلهم يصمدون أمام يعني حتى أصوات فرقعات الرصاص والقذائف تنخلع قلوبهم من البداية، ويقومون بتسليم أسلحتهم. أيضا تعاملهم السيء وتعاملهم الوحشي مع الأسرى يدل على أنهم ليس لهم أي أبجديات الجيوش، ولا يعلمون أي تفاصيل عن جرائم الحرب، وأنهم بذلك يرتكبون جريمة حرب، وأنهم أصبحوا الآن مطلوبين ومجرمين، لأن قتل الأسير وقتل الأعزل الذي لا يملك السلاح هو جريمة حرب في حد ذاتها يحاسب عليها سواء كان جندي أو مدني. وهذا كما قلت يدل بشكل واضح بأن هذه العناصر ليست عناصر محترفة ومؤهلة، بل هي لا أريد أن أقول رعاع، ولكنهم من الشارع أوتي بهم شباب ألقوا في هذه المحرقة. على هذه النقطة
على هذه النقطة أستاذ مروان، فعلا يعني أنا شخصيا وردتني اتصالات من جهات موثوقة في داخل بنغازي، يعني هذه الاتصالات أخبرني أن قريبه أو ابن قريبه الصغير الطفل جاءوه يعني مجموعة من ميليشيات حفتر يعرضون عليه وعلى أصدقائه وزملائه الأطفال أن يذهب إلى طرابلس مقابل مبالغ مالية، وأنت تؤكد هذا أيضا، فيبدو أن هذه الممارسات صارت متواترة، فما الذي يعني يدل عليه هذه الممارسات؟ طبعا هذا الأمر له مؤشرات كثيرة وله دلائل كثيرة وله أيضا يعني نستطيع أن نستنبط منه الكثير من النتائج. أولا بأن خليفة حفتر قد أفلس من ناحية الحصول على المرتزقة، لم يعد في إمكانه تجيش المرتزقة، وهذا الأمر يعني منذ فترة سمعنا بأنه قد حدثت بينه وبين جماعات السودانية يعني خلافات كثيرة على الأموال، يعني خليفة حفتر كان يعطي الأموال لقادة هذه الجماعات وقادة الجماعات لا يقومون بسداد العناصر إعطائهم الأموال، لذلك حدثت مشاكل كبيرة بين المرتزقة من السودان مع خليفة حفتر، وربما يكون قد انفضوا من حوله ولم يبقى معه إلا القليل. هنا ما هو مضطر إيجاد البديل، إيجاد متطوعين، لذلك فتح الكثير من حملات التطوع أو التجنيد كما يسميها في بنغازي وفي البيضاء وفي المرج وفي طبرق وغيرها، إلا أن الأهالي استطاعوا أن يحذروا أبنائهم من مثل هذه الحملات بعد أن رأوا مصير الكثير من المتطوعين الذين تطوعوا مع خليفة حفتر في حروبه السابقة، وعلموا بأن خليفة حفتر يقوم بتجنيد المجند ويقيم له دورة تدريبية سريعة جدا لا تؤهله بأن يكون في المعركة، ثم يلقي به في أتون المعركة، ويعني بعد حتى إلقائه في المعركة شاهدنا كيف يتبرؤون من الأسير، يعني بالأمس أحمد المسماري خرج وقال بأنه لا يوجد أي جندي تبع قوات المسلحة أسير أو مفقود، يعني أنت عندك أسرى بالمئات تم إخراجهم في فيديوهات وتم تسجيل معهم حتى لقاءات، هؤلاء جئت بهم من بنغازي ومن مناطق أخرى من ليبيا وألقيت بهم في وسط هذه المعركة وهذه الحرب، ثم تأتي وتخرج في مؤتمر صحفي وتتبرأ منهم وتقول بأن ليس لديك أسرى، كيف يأمنك الناس بعد ذلك؟ كيف يستطيعون أن يعطوك أبنائهم وهم على يقين بأنهم سوف يلقون في هذه النار ثم لن يجدوا من يقف معهم أو من يطالب بهم أو من يبادل الأسرى أو شيء من هذا القبيل؟ وهذا طبعا خلق عاهدناه على حفتر وأمثاله منذ حرب تشاد، فحرب تشاد شاهد على ذلك، الكثير آلاف من الأسرى، يعني حوالي 4000 أسير تم أسرهم في معركة وادي الدوم، ظلوا سجناء في تشاد لأكثر من 4 سنوات، القذافي لم يعترف بهم حتى الاعتراف، بل قال إن هؤلاء مرتزقة ذهبوا بملء إرادتهم، حاربوا بملء إرادته ولا علاقة له بهم، وأحد هؤلاء هو حفتر نفسه، يعني كان أسير والقذافي تبرأ منه، الآن يعيدون نفس الكرة مع هؤلاء الشباب الأغرار يغرون بهم بالأموال ثم يلقونهم في أتون معركة خاسرة، يرسلونهم من غريان إلى طرابلس 80 كيلومتر دون خطوط إمداد، يعني السيارة عندما تقطع 80 كيلومتر ثم تدخل في معارك كر وفر، يعني بلا شك أن خزان الوقود هذه السيارة سيفرق، عندما يفرق خزان الوقود لن يجد الجندي أي مفر إلا أن يستسلم أو أن يترك سيارته وسلاحه ويخلع بدلته العسكرية ويندس بين الأشجار والمنازل، قد ينجو وقد لا ينجو، هذا ما يفعل الآن بهؤلاء الشباب، شباب ليبيين، بدل ما أن يستثمروا في بناء هذه الدولة، بدل ما أن الدولة تهتم بهم وتعلمهم وتجهزهم ليكونوا رجال المستقبل يبنوا هذه الدولة، يتم إلقائهم بهذا الشكل في هذه النار ويتخلى عليهم بهذا الشكل ويتبرأ منهم بهذا الشكل من أجل أن يتسلق مجرم حرب على جماجمهم للوصول إلى كرسي السلطة. الأدهى والأمر ربما أستاذ مروان من مجرد التبرؤ من الأسرى أن هناك أنباء يعني تتواتر وتتوارد أنهم يقومون بتصفية الجرحى وبالتخلص منهم وبدفنهم حتى أحياء، يعني بعضا منهم،
كيف تعلق على هذه الأنباء؟ بالحقيقة جاءت أنباء كثيرة عن التعامل السيء مع الجرحى الذين يصابون في مثل هذه الحرب. وأنت تعرف أستاذ عبد الرحمن أن هذه الحرب تستخدم فيها أسلحة تضر كثيرا بالجسد، يعني هناك قذائف هاون، هناك رجمات، هناك صواريخ جراد، وهذه طبعا تسبب أحيانا البتر في الأطراف، تسبب يعني الجروح العميقة والكبيرة التي تحتاج إلى عناية خاصة وتحتاج إلى كوادر طبية مؤهلة وتحتاج إلى إمداد طبي. ولكن العدو طبعا يعتمد اعتماد كبير جدا جدا في علاج جرحاه على مستشفى غريان الذي يفتقر إلى الأبجديات، يفتقر إلى الكثير من الأمور. مستشفى غريان مستشفى مدينة عدد سكانها 80,000 نسمة، لا يستطيع أن يواجه مثل هذه الحالة من الطوارئ، خاصة في وجود أو في انعدام الإمداد الطبي وفي انعدام العناصر الطبية المؤهلة وفي انعدام التجهيزات التي تحتاج في مثل هذا الأمر. أيضا المستشفيات الميدانية يجب أن تكون جاهزة لتقديم الإسعافات الأولية للجريح، خاصة الجرحى الذين تستهدف القذائف ببتر أطرافهم، وهؤلاء يحتاجون إلى دماء، يحتاجون إلى عمليات خاصة أو مواد خاصة لجعل الدم يتوقف عن النزيف. هذه الأمور لا تتوفر لقوات تبعد عن قواعدها أكثر من 1,000 كيلومتر في مكان مثل غريان. ومع ذلك ورغم عدم توفر كل يعني حتى أبجديات الإسعافات الأولية يزج بهم حفتر في حرب ضروس، ربما يعني من أجل كما قلنا إبادتهم أو التسلق على جماجمهم في محاولة لوصوله إلى السلطة. لدينا الآن أستاذ مروان مقطع الفيديو الذي يظهر استسلام الكتيبة الكاملة بكامل عتادها في محور عنزارة، دعنا نشاهده معا ثم نسمع تعليقك عليه. الله أكبر، والله الحمد، أعزاء سلموا راحهم بإذن الله كل أخوك. الله أكبر، حفتر يا شخشير، أعزاء سلموا أنفسهم وكل من فيهم أخوك. الله أكبر، الله أكبر يا فريق، الله اكبر، والله اكبر يا هاني، كبر يا اخوي، كبر متنمسه وتحمد مع الشباب. الله اكبر ليبيا وحده يا الله اكبر، كيف تم سلم متنمسه اليوم. الله اكبر، الله اكبر، والله الحمد. شوفوا يا نعم أستاذ مروان، يعني تابعت هذا المقطع، كتيبة كاملة سلمت نفسها، الله أكبر، ليبيا واحدة، كلنا خوت، يعني بهذه الشعارات وهذه الكلمات في ظل حرب ومعتدي يعتدي على 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 أرضك ويعتدي على بيتك ويعتدي على منطقتك وجاء يريد أن يسفك دمك، انظر كيف يستقبلونهم هؤلاء. ما الذي يدل عليه هذا الأمر على جميع المستويات حقيقة، على المستوى الأخلاقي، على مستوى العقيدة القتالية لدى الطرفين؟ يعني في طرف كتيبة مسلحة تستسلم، يعني لا توجد خطة انسحاب، لا توجد إرادة للقتال، وفي الطرف الآخر انظر لهذه الكلمات، كيف تعلق على كل ذلك؟ نعم طبعا هذا الفيديو يحمل الكثير من المعاني صراحة، يعني ربما نحتاج إلى ساعات لنحلل المشاهد التي رأيناها اليوم الآن ونحلل المشاعر والقيم والمعاني التي تحملها نفوس هؤلاء الشباب. هذه النفوس لا أعتقد أنها
يكفيها هذه الأجساد الضئيلة التي تحملها، هي نفوس كبيرة جدا، ولذلك قيد الله سبحانه وتعالى هذه الملاحم حتى يظهر قيمة هذه النفوس وكبر هذه النفوس وعظم هذه النفوس. يعني جيش جاء ليقتلك، جيش رأينا كيف يتعامل مع الأسرى والكلمات البذيئة التي يلقيها ميليشيات حفتر عندما تمسك الأسير، وكيف يقتلونه وكيف يضعونه على مقدمة سياراتهم، وكيف يعني يخلعون ثيابه ويمارسون معه أبشر أنواع التعذيب وأنواع الشماتة وأنواع السحل وغيرها. هؤلاء تقدموا، عانقوهم، هتفوا باسم ليبيا، قالوا هؤلاء إخواننا، مهما رأينا منهم من شدة ومن قتال إلا أنهم ما داموا استسلموا وقد يعني آثروا السلامة فلهم السلامة وأعطوهم الأمان. يعني معاني كبيرة جدا تدل على أن هؤلاء الرجال بالفعل استطاعوا أن يعني يدوسوا على كل الأحقاد التي تورثها الخصومات. يقولون لهم كلنا خوت، يعني كلمة نعم كبيرة جدا نعم في 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 مثل هذا الموقف. أنت تعلم أستاذ عبد الرحمن، عندما تحدث الخصومات يدخل الشيطان وتكبر الأحقاد في القلب، فما بالك هذه الخصومات تستعمل فيها الأسلحة النارية وتستعمل فيها القذائف وتستعمل فيها، بالتأكيد حيكون هناك يعني كمية من الحقد والكراهية تتجمع في القلب بشيء غريب جدا لا يمكن أن يسيطر عليها الإنسان. عندما يحصل على فرصة في عدوه لابد أن ينكل به في العادة، هذا ما يحدث في السلوك البشري العادي. يعني عندما أنت الآن 7 أيام أو 8 أيام تلقى من هذا العدو الأمرين، أصدقائك ورفاقك في السلاح قتلوا أمامك، الكثير من الذين جرحوا أمامك، يقصفون البيوت الآمنة، ثم عندما يستسلمون أمامك تعاملهم بمثل هذه المعاني الرحيمة والإنسانية الكبيرة، فهذه تدل على مدى الإنسانية التي يحملها رجالنا وأبطالنا في قواتنا المسلحة، ويدل أنهم بالفعل فرضت عليهم هذه المعركة، لم يريدوها، لم يذهبوا إلى الرجمة أو لم يذهبوا إلى المناطق الشرقية لكي يقاتلوا، بل قاتلوا عندما فرضت عليهم هذه المعركة، لا يريدونها، معركة ليست لهم ولا يريدونها، كانوا يتحاشونها لوقت طويل جدا جدا، كانوا يشاهدون حفتر وهو يحشد وهو يجهز هذه القوة، وكانوا يصورون أنفسهم ويضعونها في الفيسبوك ويقولون أجايينكم جايينكم ويقولون إلى طرابلس. مع ذلك شبابنا ورجالنا كانوا يتحاشون المواجهة لا لشيء، ليس جبنا ولا خوارا، ولكن كانوا يريدون الحفاظ على شعرة معاوية بينهم وبين إخوتهم الليبيين. كانوا يعلمون أن ليبيا تعاني من الانهيار النسيج الاجتماعي، تعاني من الخصومات، تعاني من الكراهية، تعاني من الحقد، وكانوا يريدون أن يقللوا من هذه المشاعر ويقللوا من مشاعر الحقد والكراهية، وأن لا يلتفتوا إلى مثل هذه الدعايات التي يطلقها حفتر وأتباعه ولا النداءات التي يطلقونها، إنما كانوا يريدون أن يحافظوا على القليل جدا مما بين الليبيين من أواصر ومما بين الليبيين من علاقات متينة. وهذا مصداق ما يقول الشاعر عندما يقول فعظيم قومه المتغافل، الإنسان الذي يتغافل عن الأحقاد، يتغافل عن 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 خطاب الكراهية، لا ليس معنى ذلك أنه جبان أو أنه لا يستطيع المواجهة أو لا يمتلك القدرة على المواجهة، إنما يفعل ذلك لكي يقلل الشحناء، لكي يقلل البغض بين الليبيين. ولكن للأسف الطرف الآخر لا زال يدفع بقوات كبيرة جدا جدا نحو طرابلس، بالرغم من المآسي التي سببها لجنوده، بالرغم من الخسائر التي يتكبدها، بالرغم من نقص الإمداديات، وهو يسعى الآن إلى المدن المجاورة ويحاول أن يجيش بعض الجنود من المدن المجاورة. وأنا أقول له هنا، نحن نعلم ما تفعله في بن وليد ومتحاول تجيشه من مدينة بن وليد، وتحاول أن تحيي فيهم الأحقاد السابقة والقديمة، وتحاول أن تدفع بهم نحو جيرانهم لكي يكونوا أيضا هم أيضا أداة لتحقيق أحلامك، ولكن لن يفعلوا. جيراننا نعرفهم بأنهم لن يقدموا على هذه المغامرة الفاشلة، وقد عرفوا مكرك وخداعك، وقد أرسلوا لك الرد وقالوا لك
لن ندخل معك في هذه المعركة الخاسرة حفتر، اذهب أنت فقاتل إذا أردت أن تحكم ليبيا، أما نحن فلن نقاتل من أجل أمجاد شخصية ومن أجل أن تجلس أنت على كرسي الحكم. يحاول في كل المدن، أخي عبد الرحمن الأخبار تصل، يتصل بنا أهلنا في بن وليد، ويتصل بنا أهلنا في ترهونة، ويتصل بنا أهلنا في كل مدن ليبيا، ويقولون حفتر يرسل الوفود ويريد أن يجيش شباب هذه القبيلة أو شباب هذه المدينة لقتالكم في مصراتة، ونحن قد منعناهم، ونحن وقفنا أمامهم وقلنا لهم إذا أردتم أن تذهبوا إلى حفتر فاذهبوا بسلاحكم وقاتلوا معه، ولكن لا تقولوا نحن نمثل هذه المدينة أو نمثل هذه القبيلة، سوف ننكركم، سوف نخرج في بيانات وننكر أنكم تمثلونا. هذا ما يفعله هذا الرجل، هذا ما يفعله هذا المجنون، يريد أن يدمر البلاد ترى دمارا شاملا، وكأنه اللعنة التي حلت على الليبيين، فمتى يفهم ويدخلها في حرب أهلية ويمزق نسيجها الاجتماعي والعلاقات والروابط التي يحرص عليها هؤلاء الشباب الذين سمعناهم في كلمات يعبرون عن هذه الأخلاق وهذه المواقف. يعني أستاذ مروان، أنت ذكرت أنه حفتر يحاول تجييش المناطق، مما يستعمله في محاولاته للتجييش هي وصف هذه القوات بأنها تكفيرية وبأنهم دواعش وبأنهم قاعدة وبأنهم متطرفون وبأنهم إرهابيون. هل هذه هكذا أخلاق المتطرفين فعلا والتكفيريين يستقبلون المعتدين عليهم والغزاة يقولون لهم أنتم خوتنا عندما يقعون في الأسر وليس عندما يستجدونهم، يعني يقولون لهم ليبيا واحدة وأنتم خوتنا والله أكبر، هل هذه أخلاق تكفيريين هكذا؟ أستاذ عبد الرحمن، كل الليبيين والذين يقاتلون مع حفتر بالذات يعلمون علم اليقين، يعلمون علم اليقين بأن هذا الأمر غير صحيح، وأن هذه المبررات التي يلقيها حفتر وأن هذه الدعاءات التي يقولها حفتر غير صحيحة، وإلا لما سلموا أنفسهم. هل يتقبل العقل أن جندي يسلم نفسه لداعشي؟ إذا تسلمت نفسك لداعشي معنى ذلك أنه سيذبحك سيقتلك، فهذا الأمر هم يعلمون علم اليقين أنه غير صحيح وغير معقول. ولكن وفي المقابل الجميع يعلم إذا سلمت نفسك، عفوا أستاذ مروان، والجميع يعلم إذا سلمت نفسك إلى ميليشيات حفتر هذا الوقت ماذا سيكون مصيرك؟ هو يستفيد من العداوة التي زرعها القذافي بين الليبيين. معركة 2011 بالتأكيد جعلت هناك مظاهر من مظاهر الكراهية والحقد بين الليبيين الذين ناصروا معمر القذافي وقاتلوا معه إلى آخر يوم مع ثوار فبراير الذين قاتلوا معمر القذافي، وبالرغم من التسامح الذي يعني أبداه ثوار فبراير مع أتباع النظام السابق، فجلهم الآن خارج السجون، حتى من ألقي قبض عليه وأدخل السجن يعني 90% أو 95% أخرجوا من السجون. وعلى فكرة قادت هذه الحملة التي يرسلها حفتر الكثير منهم كانوا في سجون الثوار فبراير، وكانوا منهم من هو محكوم ومنهم من ينتظر الحكم، ولكن تم الإفراج عنهم كلها رغبة في لم الشمل، رغبة في رأب الصاعدة، رغبة في المصالحة. لكن اليوم يأتي حفتر ويضرب على هذا الوتر الحساس، يقول لهم هؤلاء الذين قاتلوكم، هؤلاء الذين سجنوكم، هؤلاء الذين أسقطوا نظام معمر قذافي الذين كنتم فيه أصحاب الكلمة وأصحاب السطوة وأصحاب النفوذ، الآن لديكم فرصة لتقاتلوهم، لتسترجعوا نفوذكم، لتسترجعوا ما فقدتموه على أيديهم، لديكم الفرصة للانتقام منهم، لديكم الفرصة للثأر منهم. وهذا يضرب طبعا على الوتر الحساس كما قلت، الذي يجعل صف الليبيين يتصدع أكثر ويجعل صف الليبيين ينفرط أكثر، وقد يكون لقى بعض الأذان الساغية في بعض المدن في بعض القبائل، ولكن كما قلت الكثير جدا من القبائل رفضت هذه الدعوة ورفضت محاولته للتغرير بهم وللضحك على ذقونهم، وهذا طبعا شيء نثمنه لهم ونشكرهم عليه، ونحاول بقدر الإمكان أن نبين بالفعل من هو المعتدي، من هو المجرم الذي يقتل الأسرى، من هو الذي يدمر المدن. شاهد يعني بنغازي شاهد على فعل هذا المجرم في تدمير بنغازي، ذرنا شاهد على ذلك، مرزق شاهد على ذلك، الأسرى الذين يقعون في أيدي رجالنا يعلمون جيدا المعاملة الحسنة التي يتلقونها. واسألوا إذا استطعتم أن تسألوا سيرة الأسير
عمر إشكال كيف تعامل معه التوار لدرجة أنه رفض أن يخرج من قنفودة ويعود إلى أهله وقال لا أترك هذه العائلات لوحدها، وقتل نسأل الله تعالى أن يكون شهيدا، قتل في ملحمة العز وملحمة الفخار ملحمة قنفودة بقصف إماراتي لأنه رفض أن يخرج من مع من 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 بقائه مع الثوار لأنه شاهد معاملتهم الحسنة وشاهد كيف يعاملون الناس. هذا هو الفرق بيننا وبينهم، هذا هو الفرق بيننا وبينهم. يجب على الليبيين أن يفتحوا أعينهم، يجب على الليبيين أن ينسوا أحقادهم، يجب على الليبيين ألا يلتفتوا إلى الإعلام المضلل، إعلام حفتر المضلل الذي ينشر الأحقاد بين الليبيين والكراهية بين الليبيين والذي يريد أن يدمر ليبيا لا أن يبنيها. نعم أستاذ عبد الرحمن أنا ما عادش نسمع فيك. نعم. لأن صوتك اختفى. نعم أستاذ عبد الرحمن هل تسمعني الآن أستاذ مروان؟ هل تسمعني الآن أستاذ مروان؟ نعم نعم أسمعك الآن. نعم نسمع. نعم أستاذ مروان، يعني أشرت أنت إلى الإعلام المضلل الذي يعتمد على الأكاذيب، سواء الأكاذيب في كيل التهم أو الأكاذيب على الصعيد الميداني أو الأكاذيب في إنكاره لوقوع الأسرى ولهؤلاء الضحايا الذين يسقطون بسبب هذه الحرب. وفعلا يعني بعض أنصار هذا المجرم المتمرد يشككون في هذه الأخبار وهذه الصور، ويعني يحاولون قدر الإمكان أن ينفوها. ما السبب في ذلك وما الذي تقوله لهم؟ أولا الذين يشككون في هذه الأخبار، ولعلك تقصد بهم الذين يكتبون في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا يعني أتباع حفتر مثل المسمار الذي يخرج في المؤتمرات الصحفية أو القنوات الإعلامية مدفوعة الأجر التي يصرف عليها حفتر وتصرف عليها دول تدعم حفتر. هؤلاء أولا يفعلون ذلك بشكل متعمد، يعلمون أنهم يكذبون ولكنهم يكذبون لأن وظيفتهم هي الكذب، كما قال كبيرهم موسى إبراهيم في 2011، قال احنا تعلمنا الكذب في 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 دراستنا في الإعلام، الإعلام نعرف أن الإعلام هو الكذب، هذا قاله في سنة 2011 موسى إبراهيم، ولن يعيد ويكرره أتباع حفتر ويتقاضون أموالا من أجل أن يكذبوا. يعني الكذب اتخذوه مهنة، أصبح مهنة يترزقون منها ويتكسبون منها، ولذلك هم مضطرين لتكذيب أي خبر يخرج عن حسن معاملة قواتنا المسلحة للأسرى أو حتى لأسر قوات، بالرغم أن هذا الأمر مدعم بأشرطة فيديو صوت وصورة، مدعم بلقاءات تجرى مع الأسرى، الأسرى أسماءهم معروفة وتواريخ ميلادهم معروفة، يعني دلائل لا يردها عاقل. ولكن عندما يصبح الكذب مهنة ويصبح الكذب متاجرة لا أعتقد أن العقل يستطيع أن يفعل شيئا. وللأسف أن الكثير من المغرر بهم لا يشاهدون إلا هذه القنوات، يعني في أخواننا في المناطق الشرقية وللأسف لا يشاهدون إلا قناة الحدث وقناة 218 وقناة ليبيا اتش دي وغيرها من القنوات التي ما جعلت وما أسست إلا لتضليلهم. يعني هم يذهبون لمن يكذب عليهم ويكذب بلاش، هو يترزق على حساب تضليلكم، وأنتم تنصتون إليهم، هم يجنون الأموال وأنتم تجنون العذابات والويل. هذا ما يحدث للأسف. أيضا مواقع التواصل الاجتماعي هناك الكثير جدا من الصفحات التي ينشرها الذباب الإلكتروني، وهناك دراسة عدها أحد مواقع التواصل الاجتماعي أعتقد أنه فيسبوك، وجد أن أكثر دول يكرر فيها اسم حفتر هي مصر السعودية الإمارات. ضاحي خلفان عندما يتكلم عن العمليات العسكرية في طرابلس يقول تقدمت قواتنا، انتصر جيشنا، استولت قواتنا على منطقة كذا وجيش كذا. يا ضحي خلفان انت ليبي والله اماراتي والله ما عادش عرفناك، والله هندي والله، واحيانا في اللي يقول هندي هو بك باهي، لكن ما عادش عرفناه هل هو ليبي والله اماراتي. اي جيشكم يا جماعه، اي قواتكم اللي غزو اماراتي والله جيش ليبي بيحرر طرابلس، احنا ما عادش فهمونا. يعني حتى الكذب لا يحسنون الكذب، يتكلمون ولا يحسنون الكذب، ومع ذلك
تستغرب ان الكثير يصدقهم. يعني هو يكذب عليك وانت تعرف يكذب عليك وكذب. رغم انهم من ضمن شعاراتهم من ضمن مبرراتهم لشن هذه الحرب هو محاربه عملاء قطر وعملاء تركيا، يعني الذين يعني هذا الوهم الذي لا نعرف حتى كيف صدقوه، بينما هم في المقابل بتصريحاتهم العلنية بألسنتهم بكتاباتهم بشهادات الدنيا كلها تدخلهم السافر لا أدري كيف يعني يغمضون عنه أعينهم. يعني هل فعلا هم صادقين في كونهم يرفضون التدخل الخارجي أم هو نوع من الكيل بمكيالي؟ كيف يكون صادقا وهو يفعل ما ينهى عنه؟ يعني أتنهى عن شيء وأنت تفعله؟ يعني كيف يعني أتنهى عن 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 التدخل الخارجي وأنت التدخل الخارجي هو اللي جابك لطرابلس، هو اللي يوفر لك الأموال، هو اللي قاعد يشحذ لك في مواقع التواصل الاجتماعي وفي القنوات الإعلامية، هو اللي قاعد الآن يزود فيك بالمدرعات التايجر. يعني شبابنا اليوم في الكتيبة اللي استأسس المتادي حصلوا 2 مدرعات تايجر إماراتية مكتوب عليها صنع في الإمارات. باي هذه تدخل اجنبي ولا مش تدخل اجنبي؟ والله زعما حفتر شاريهم بفلوسه نيقبو كيف ما يقولوا. التدخل الاجنبي هو ما تقوم به انت، ما يقوم به حفتر. يعني الفرنسيس وعنده، الاماراتيين وعنده، والروس وعنده، كل هؤلاء مثبت في تقارير الامم المتحده وفريق خبراء الامم المتحده لا يستطيع ان ينكره حفتر. يعني رقم الطائرة التي تحرك ثم يشتمك يا مروان درقاش ويقول لك يا عميل قطر يا عميل تركيا. نعم للأسف، وهذا يعني رمتني بدائها وانسلت. يقول والله أمور عجيبة فعلا. طيب دعنا نشرك معنا، لا ينظر لا يرى عجب وجبه. نعم دعنا نشرك معنا الأخت هناء زوجة أحد الشهداء. أولا نرحب بها ونعزيها أخت هناء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهيد في عليين وأن يفسح له من واسع رحمته. كيف يعني تعلقين على ما يجري؟ السلام عليكم. طبعا أنا هناء طبعا زوجة الشهيد بنيان المرصوص مصطفى الحاشي، وأحد الناشطات الاجتماعية يعني في المجتمع. طبعا احداث توجع القلب. ابناء يعني ابناء الرحمه الواحده يديروا، لكن احنا بنوصلوا لاخوتنا اللي في الشرق ان طرابلس وكل مدن الغربيه رافضين حكم العسكر ورافضين حفتر، بالخصوص المتمرد حفتر العجوز الخرف. لأن احنا أعطينا الشهداء، أعطينا دم، أعطينا لبناء دولة مؤسسات، دولة قانون، دولة الحضارة. طرابلس قصدي مستحيل يخشها المتمرد حفتر. وبنعطيك معلومة يا أخوي، بنعطيك معلومة إن احنا اللي سمحنا الشيء هذا يصير. التسامح ما عادش تسامح، ما عادش تسامح، لان احنا ملئنا وعينا وابنائنا في عمر الزهور نخسر فيهم كل يوم. اليوم خسرنا خيره الشباب ليبيا وما زال نعطوا متعدين، احنا مساوين نعطوا. اليوم انا كنت تحت الاماكن يعني تشوف الشباب بعمر الزهور كيف يقول لك انا مستحيل نسيب ليبيا مع ان عنده كل شيء، لكن مقدم نفسه اخت هناء. نعم لاجل ليبيا. مستحيل يعني نتخاذل ونحن سنعطي وسنقدم التضحيات. اريد ان اسالك سؤالا محددا. نعم سؤالا محددا اخيرا. تفضل وصل. ايه معلش، هي بس كلمه وخلاص. بنوصل الكلمه لاهل طرابلس الوطنيين، اهل طرابلس اللي يعرفوا شنو هي طرابلس، اللي عاش في طرابلس. لازم يطلعوا غدوه للميدان الشهداء، لازم يطلعوا يسلم من الخذول، يسلم من الاستعباد. حتى كان من طاغيه بنشوفه طاغيه ثاني، وربي حفظ ليبيا. سامحني مني تعبانه كيف ما اسمع،
لكن حفظ ليبيا واحنا مش حنسيبوها ليبيا. وقلناها قبل طص حفتر وتوت الزين وعندنا شباب وعندنا بنات وعندنا نساوين وبنوصل المسماري ان بنات طرابلس مش بتاع الصغاريت. بنات طرابلس يقبلونا مع تبوعرهم وحيوقفوا معهم في الشبهات وفي كل مكان. والله اكبر والله اكبر وسامحني وخيم كنت انفعالية شوية لان الوضع يوجع نعم القلب. نقدر ذلك. نعم نعم شكرا. شكرا لك يا الأخت هناء. أخت هناء زوجة الشهيد لوحيشي شهيد البنيان المرصوص، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة والكلمات المؤثرة. طيب أعزائي المشاهدين، لدينا الآن مقطع فيديو يظهر فيه تصريحات المسماري التي تبين يعني الكذب المفضوح والفج لهذا المتحدث حول عدم سقوط أي أسرى لميليشيات حفتر. دعونا نتابعه ثم نرجع للتعليق عليه. أولا لم نبلغ حتى الآن عن أي مفقود في العمليات العسكرية على الإطلاق، يعني لجد لدينا أسرى. هناك فبركات في صور لأطفال في طرابلس على أساس أنهم من القوات المسلحة. هذا الكلام طبعا فبركات تعودنا عليه وحتى المواطنين تعودوا عليه، ولكن نحن لحد الآن لا يوجد لدينا مفقود واحد من القوات المسلحة العربية الليبية. أولا لم نبلغ حتى الآن عن أي مفقود في العمليات العسكرية على الإطلاق، يعني لا يوجد لدينا أسرى، ولكن نحن لحد الآن لا يوجد لدينا مفقود واحد من القوات المسلحة العربية الليبية. أستاذ مروان، يعني ولا حتى مفقود واحد، يعني لا أدري والله ماذا أقول، كيف تعلق؟ المسماري لا يمكن مجاراته في الكذب صراحة. أعتقد بأنه ربما يكون من مناسب له أن يشارك في مسابقات الكذب، سيحصل على المرتبة الأولى بالتأكيد. يعني صور تظهر، فيديوهات تظهر، أسماء لأشخاص، لقاءات مع الأسرى، ومع ذلك يخرج هذا ويقول لا يوجد لدينا أسرى ولا يوجد لدينا مفقودين. إما أنه في نقطة ربما دعنا نبحث له. عفوا أستاذ مروان، في نقطة لفتت انتباهي. يقول نحن لم نبلغ عن سقوط أي أسرى، يعني ربما هو صادق في ذلك، ربما يعني قادة ميليشيات حفتر لا يبلغون يعني حتى قيادتهم عن سقوط قتلى ولا أي جرحى. يعني لا هذا يستحيل. ربما هو ما بلغوش شيء، لكن قيادة حفتر تعلم بكل صغيرة وكبيرة، لأن إذا حفتر يتعامل مع قادته الميدانيين بشكل متكبر وسلطوي لابد أن يبلغوه بالخسائر. يعني لا يستطيعوا أن يخفوا خسائرهم على حفتر، لابد أن يبلغوه بالخسائر. الذي لا يبلغ بالخسائر سيجد نفسه معاقب باهي. لكن ربما هو قيل له بأن ما عندناش مفقودين، وإن كنت أستبعد ذلك. يعني باهي سيدي، حتى هم قالوا له ما عندناش مفقودين وأسرى، باهي اللي يطلعوا في الفيديوهات هذه شنو؟ نازلين من القمر والله منين جايين؟ قصدي الآن شيء من اثنين، يا أما أنت عندك أسرى، يا أما هذيما ما جوش معاك، هذيما خاشين بروحهم، يعني داخلين بسلاحهم ومهم الشرك. يعني هذا هو يا أما أنت كذاب، وهذا هو الاحتمال الأكبر. يعني وهذا يذكرنا بما أشرت إليه أنت سابقا أستاذ مروان، لما أنكر، يعني لما أرسل القذافي حفتر وتم أسره في تشاد، ثم أنكره وقال يعني من حفتر هذا، أنا لا أعرفه. نعم بالضبط، يعني أنكر حتى معرفة حفتر، هو مش حتى أنه هو أرسل إلى تشاد ولا شيء، هو أنكر معرفته حتى بحفتر بالرغم أنه كان رفيقه في انقلاب 69، وكل الناس يعرفوا أن حفتر كان رفيق القذافي في 69، يعني يمر بيصدق القذافي. القذافي كان يكتب على الليبيين في وجوههم وهم يضحكوا، وبعدين يقف كل واحد منهم يهتف ويقول علم يا قائد علمنا باش نحقق مستقبلنا، هو يكذب عليكم وانتم تقول له علم يا قائد علمنا، علمكم الكذب، هذا اللي تعلمتوه منه. والان تشوف انت كميه الكذب الان اللي في الاعلام الليبي شيء يندى له الجبين وتخزى منه الاعين. يعني اذا هي يعني استاذ مروان يكذبون ما تشاهد نعم بعيونك. نعم نعم، اذا هي عوده فجه فاضحه لنفس منظومه النظام القديم، يعني والمشروع القديم بطريقه يعني باقبح ما تكون.
بالطبع نعم، يعني إزالة النظام القديم بسلوكياته وبأدبياته ليس بالشيء السهل، يعني يحتاج إلى سنوات لإزالته، خاصة أن من يستعملهم حفتر كما نعرف جيدا هم كانوا أيضا عناصر في منظومة القذافي السابقة، يعني قاد الميدانيين الآن الموجودين مبروك سحبان ومحمد بن نايل وغيرهم من القادة الكاني وغيرهم، هؤلاء كانوا قادة ميدانيين في جيش حفتر أيضا. نعم. كانوا يكذبون على القنوات الليبية، كنا نرى كذبهم في قناة الليبية يقولون أننا نتقدم. نعم. هم ويوقفوا. نعم أستاذ مروان، يعني يتقدموا بالعكس. نعم أستاذ مروان. نعم. لدينا شاهد عيان يعني في هذه الدقائق، دعنا نستمع إليه الشاهد العيان رمضان علي، مرحبا بك. السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن، حييكم حيي جميع أسرة القناة فردا فردا، ونثني على جهودكم إن شاء الله. سيد رمضان علي، تريد أن تحدثنا حول ما جرى من تسليم استسلام الكتيبة في محور عنزارة؟ نعم نعم سيد عبد الرحمن، أنا تفضل. نعم. منذ قليل كنت في أحد التمركزات قواتنا المسلحة الجيش الليبي بالمنطقة الغربية، واطلعت على ما حدث في منطقة عين زارة من غدر وخيانة لما يسمى بالجيش الليبي القادم من المنطقة الشرقية. الذي حدث أن ميليشيات حفتر، يعني عفوا حتى نميز، لدينا جيش ليبي تابع لحكومة الرئاسي ولدينا ميليشيات حفتر. أنا ذكرت ما يسمى يا أستاذ عبد الرحمن، سبق وأن ذكرت ما يسمى. تمام، حتى لا يحدث لبس للناس فقط يعني. نعم نعم. فالذي حصل أن مجموعة من هؤلاء الميليشيات ادعوا أنهم سيسلمون أنفسهم، وهذا بطبيعة الحال لأن معركتهم خاسرة بإذن الله لا شك. فأملوهم الشباب على حياتهم وفرحوا برجوعهم للحق، وبينما هم مستبشرين بهذه العملية فإذا بالغدر والخيانة تصدر من هؤلاء ويفتح النار على شباب القوة المتمركزة في المنطقة. تم التعامل معهم وسقط الكثير منهم ولاد بعضهم بالفرار، والحمد لله ربي سلم الشباب وهم يحافظون على تمركزهم ومعنوياتهم عالية، وكنت إلى جانبهم منذ دقائق حاليا. هل تمكن القوات المسلحة الليبية هل تمكنت من أسر عناصر من هذه الميليشيات الإرهابية؟ ما تم القضاء على الكثير منهم لأن الوضع لا يسمح بالتعامل معهم إلا بالقدر الذي يستحقونه وهو القتل في 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 المكان، لأن هذه شكراً. عملية خيانة، والحمد لله أن ربي سلم الشباب ومعنوياتهم عالية وكل الأمور طيبة بإذن الله والحمد لله. شكرا جزيلا لك رمضان علي، شاهد العيان من محور عين زارة الذي شهد على قضية استسلام الكتيبة التابعة لمجرم الحرب حفتر. مروان درقاش، تعليق لك أخير في نصف دقيقة على ما سمعته. نعم، واضح بأن يعني كان هناك محاولة التفاف من هذه الكتيبة، يعني أغرت أو حاولت أن تغري شبابنا بأنهم سيستسلمون، وهذا طبعا محاولة لاستغلال إنسانية وفرسانية شبابنا، يعني عارفين أن هؤلاء الفرسان لن يغدروا بالأسرى، لن يقتلوا الأسرى كما يفعلون هم، ولذلك استغلوا القيم الإنسانية في شبابنا. وأعتقد أن هناك أيضا هدف آخر من أجل هذه الحركة اللئيمة، هو جعل شبابنا يعني يستبدلون معاملتهم للأسرى، المعاملة الجيدة للأسرى بمعاملة أخرى، يعني هم يريدون أن ينقلوا رسالة إلى شبابنا بأن معاملتكم الطيبة للأسرى غير مجدية وسوف تحيط بكم الأذى، لذلك هم يحاولون أن يفسدوا حتى أخلاق شبابنا بهذه الحركة اللئيمة. ولكن أبشركم بأن الشباب يعني يستمدون ويضيفون أخلاقهم وسلوكياتهم ويضيفون هذه من الميليشيات الإرهابية تضيف إلى رصيدها أيضا خلق الخيانة والغدر
نعم شكرا جزيلا لك سيد مروان الدركاش المحلل السياسي، كنت معنا في هذه الساعة من التغطية، نشكرك جزيل الشكر على ما تفضلت به. أعزائي المشاهدين تغطيتنا مستمرة مع الزملاء فابقوا معنا. We'll be right back.